بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار. وبعد، إن شاء الله وحلقة من اللباد وكساب سنيد مع القرآن أما لجريتان كقرآن ككريم ك. ما دام هوري أمصر شاقني حلقة كمدة حلقوين كأن أغشا كيني لحالك مسلمين تأيد ديميد يسيدو وكلا قيب سنية هاي وحان باللوني سلسلة كساب سن أما تحانو كساب سن قرآن ككريم كا يسيد أي واجب أطهي إن أن لجير أنه ومحاق الأداء عن قرآن كالصعود تاسن إلهي وإن أمان حلقة دي نكوباد وحان كتنا والله أنكو سوقاتني إن آيات قرآن ككريم كا أكمد أو إلهي سبحانه وتعالى وكشا غي إن مركو كهل لها يي قرآن كا إن القرآن يهدي للتي هي أخ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان وحيد كهنونين يا تتوسنان تبدا وضد التوسنان تبدا ومحاكو لها حريرك إلهي سبحانه وتعالى يا حريرك بلشدة يا حريرك توسن إذين سمعين إيسا أي محاكو لها إذن كهنونين عاو حكوكو رسلاك إن آيات كلا أما اللباء آيات الله كم ذا قرآن كريم كا وجانب كتربوي كا إي جانب كدعوي كا حوق سارة هي لنعا دعوة ده أما لنا التبليغ ضد الدين تلاوية له، إن إيوه لنا محاكم هذا قف ضد الدين تلاوية له هي، وحيابه إنه كسفه بقى مهم كتاعي، يقابك إنه أفكره أي مهم كتاعي، والقرآن كله نوع دينه. إله سبحانه وتعالى سورة هود وحوك غش كي، إن أنبياء بدن، أنبياء ذا وحكم ذا، النبي الله شعيب، نبي الله شعيب. يقوم كيس محاك لقبصدي سدابو سن نبي الله شعيب ولا هل يقوم كيس إلهي وحليه سبحانه وتعالى سوى كشا كينا يا نبي الله شعيب من نبي الله شعيب وحكوي لي إن ضدكي قل تلكي سها الله صدر أو رسالة هو ذي وحي وحكوي يا وحي يا وحي كلها إلهي مرك وحليه هاي قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إلهي وحليه سبحانه وتعالى يسقوك كحكاية وضي هذا الكا نبي الله شعيب إن يوحى كلا أحمري نبي الله شعيب يوحى كلا أحمري تلكي وحى كلا أحمري قصدان وحيد هذا شعيب ما صلاة هذا أيان أمر يسأنا كتجنو وحيا به أبا يوجان يعبد الجيران أما إن المال كان جماعة كتاي وحن دونه إن أنكو سمعينه هذا يصير تهي أذو واحد تهي نين دلقات بدن أو توسم ومحاكل هذا ما ركتي الرول بمشي هذا اللي هي رشيدة أو توسم بدن هل كانوا حلالية هاي صلاة محاكي يعني نبي الله شعيب وحلالية هاي وحوها حكوع العلم ترى أوليه ترى تركي إن محاكم هذا ورهلا تكذب يكوع العلم ترى صلاتنا إن وحي ربطة حمانته يا تركي نوحي عاين ضد كعام بحي إن محاكم هذا حرام بنتان حرام بنتان كا إيوه محاكم هذا كوي قال هذا وأن ديدي رسالة إلهي سبحانه وتعالى كوكو عم بحي بنتان كا حولها بين آدم كا أو بعض الكوكونا إيوه بخصي كا أما محاكم هذا مركي وحلا كل إبسن هي معاملة خيانة للأسمائية أو غش للأسمائية أي كوكو عم بحن مركا نبي الله شعيب وحوب بدين تريبا للرسالة ديسا ضد كانوا حكوب دي تري صلاة وحي وقف صلاة بضم بوها صلاة وحي ربطة وقفك تكنها يا إكر ربطة حمانتة إيوه إن قفك يا إكر ربطة سيدو إلهي بآيات قرآن كويل إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحي ربطة إن حمها إيوه قلف سنة حمها يا إكر ربطة إيوه إن فور حمضة طيب مركا مدام وكوع الألين جري
جواب حنا أو مسنادنا تكنيسو يطلقاق أن أتسمينيسو يفعل كان أتسمينيسي ورديا أن أتسمينيسي أذكرت يحركات كان يطلقاق أي أن أمر يس إن وحي أي كسر قالني كأب كأب وأبيو أن يسوس سمين جيرين ومحبول هذا أن عبود جيرين أنا كتك نبي كوام ريسا يعني سلف كان نجي ونكسنا يطلق أن كان نجي سو جيرين كأهم يعني وقت هنا سلطة قدرت سو جيرين كودنا وحوا عشرك يعني لا يحل قرب قريب مركب برشوا الباب نبي جنا محمد عليه الصلاة والسلام مركو ضدك أوي على عدالة سنانتا وناجة عبادة إلهي ولا عبود الله جنا تقو إن العبودين وحن إلهي هين وحيكون إلى هذين يجونا أن سيدنا كلا يكون إلى هذين أبا يوغانا يكسو قرنا يكون إلى هذين إلى اليوم ما أنت هدى أده هو حيابا رقم مضاء ودين تكور إمانا هي خرافاتك هدى دونا كتبها بكوية لانا أده هو روحان مغناك سنو قرآن كسو هرجيدا أن إلهي عدالة دي سكسو هرجيدا دين تكسو هرجيدا وحال مولاي هاي سلف كان نجي بانكسو قرنا سيدنا يضل السماين هيا صومر هاي داد كان نجي نقوه ري ما إن دوصنين حيابا حسان مولاي بغض النظر إن إدت كارم صناعين إن إنه صناعين يدو إن لإيه جنبه مركب حيله وحيابي ثقافة ضعيف إذا كان كام صورين كم تجي ما إن كنت إنه أيام ما أنت صلاة هذا درت نقول هذا إن أركض حيله صلاة للشيء جاي حويا وعقيدة دي إيمانك ونعكسنا ومحاولة لأن دينك واحد دين لله حويا كح أما قضبة إسكو جاي oo ka waramaya ama manduuma la isku geeyay oo ku saabsan akhlaaqda iyo maxaa ku dhacda toosnaanta iyo wanaag iyo cadaalad si kastaba ha ahaato salaad qofka tukada oo maxaa ku dhacda ilaahay dhab ilaahay darti u tukada oo ilaahay ku xirnaada waxay dareensiinaysaa salaadu mas'uuliyadda qofka saaran iyo alla ka cabsi waa inaad dhaqankaaga hagaajiso waa inaad khiyaanada ka fogaato waa inaad noqoto qof toosan oo bulshadana si fiican ula dhaqma ilaahayna si fiican ula dhaqma reerkiisana si fiican ula dhaqma oo dhaqankiisa iyo suluugiisa iyo daqa qaab socodkiisa iyo qaab nololeedkiisa ay toosan yihiin tayib waxa kale oo qofka ay xusuusinaysa salaadu ilaahay ku xirnaansho iyo cadaalad iyo maxaan ku dhahaa qalbigiisana waxay ka hufaysaa boorka saaran ila qalbigu waa muraayad oo kale qalbiga مرة هو مدو بهذا ومحاكم هذا إيش معصية فرها بدن يحق دجا يمحاكم هذا قشن كفولة أي محاكم هذا قلب حماية مرة هو عبادة مركي لو عمره مركي لو عمره عدالة مركي لو عمره فرحة مركي لو عمره جعلك أي محاكم هذا إن هذا قف محاكم هذا قلب حقوق قبلني قف كون قنيا قلبي يسن نور بك بحية نور قاسنا ظاهر كيسا يلا جا أركيا وقف توصل أيون قنيا حكروا سلطة أي روح ك ك كطورة إذا قلب جيزة حب ذات روح لوي قام إسلوينك هي كبيرك يوم حكروا هذا إنه قف هذا قف إسق إسلوين وضدك كلا أنا لكن يوم عرقتي عبادة الذات أما قف إنه يسوي إسعابه إنه قف يسوي إسعابه وحكم إذا إنه إسق موين قف كلا أنا لكن يسوي إنه إسق أنا قوم بعد توصل أنا قاعد ضدك توصينا أي ضدك هجية ضدك كلا أنا قوم حكروا هذا حب اللي يمشي كلا أنا قف يمشي كلا مرة saas tartay ay ay waxay ilaadeen oo salaadada salaadnaada biyo uga tagaysaa miyaan uga tagay salaadada miyaan uga tagayna wixaan abayowgana ka soo gaarnay abayowgana ka soo gaarnaydu sheekada mar walba taagan weeyaan tayib marka nafta oo la dhahiro tasgeeto nafsi oo maxaa ku dhada radaaisha laga dhahiro waa asaas kamida ama waa tiir kamida tiirarkii anbiyaadu ay dadka oo la imaadeen ay u sheegi jireen qof walba oo wanaagsan waxa laga rabaa inuu noqdo قف عدالة ده كوسي فايسن يعني عدالة واحد لوس من عدالة هو مبدأ جود وأمضها كرد حياة وأنا نهين بالدين يومد كلي جاركوا قف والبا وما هكاد دين دون هذا أما هكول الدين هذا نور والبا إن العدالة بس ميسأي اللو بعية يعني عدالة ده اجتماعية إن هذا لارس هي مهمة هذه أدب ونكس مركب حكول هذين هذا صلاته إنك لا أنت الحليم الرشيد iyo ku jeesay waxay ilaadaan dad saan leedahay oo nareedahay hantiyaha hantidaanna ma saan doonaan u sameeyna bimaana ma waxaan leedahay ka taga qaabkan aan anagu u dhaqmayno oo hantiyaha aan u kala qaadano oo aanay marka qaab wanaagsan oo ka awooda yar laga qaalin noqonay ka awooda yar hadii la qaadanayo xataa marka la wax la kala iibsanay qof walba qofka uu dagi karo oo khiyaani karo ay is khiyaami jireen oo ummadas hadda sida aad adigu maanta tahay ولا ننفي عن بعض تأكل هذا ننفي وحفي عن بعض النوكي أنت بالله وش كذا
وجس جس جوابتي مركز نبي الله شعيب حين نقطي نبي الله شعيب جوابتي سو ويكد ونيتي أي يبسية وحيري قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحليه نبي الله شعيب أن بركور هم تولك يوم تولك أسوامح إن بضم بقسع العليه نبي الله شعيب تولك يوم تولك يوم أما قول هذا إذا قول هذا وإن نقوم كرتا قبيل هذا وكان الشيء وإن نقوم كرتا محاكم هذا طائفة هذا وكتر سنة ويسوي مركب ولجري وإن نقوم كرتا بلشد وكل حنولة ومركا ويسوي كتر سنة كبلشان بلشد أتسك مجال كنا شين واسك واحد نقبطه اسك حار إذا نقبطه واسك واحد إذا كره يبين هاي قام كي ولا أورن كرا أما طل كي أما وضن كي أما ضد كي أنا اسك حكم كان هاي قام كمركز دنت وكلها والنبي ومحمد هذا واستعمالي سدان وحياة هاي سو ماركتي وسود ويا وله ورأذي ور إذا كنا إذا يجمد باتين أنا ور إذا كمد بان هاي لكن كور رما وحيابهن وماركتي سوا صعدة هدي أنا جو أنا هاي ننكو سفايسن بمعنى وحلي هاي حتى كور رما تلك يوم أن إلهي أن كجسوا إن كنت على بينة من ربي هذا إلهي حقي سحجعت كجسوا هاي وحجعوت حجدا سوا معي هذا أنا يقف إلهي النبي النمو وكو إرزاقي ورسالة اللي يسوع دي من يفرين ويرجع إلهي هاي هدي كور رما أنا هاي قفت وصل أوحنا أن يدين شيء هيو ودوا ناقصن هاي هي أخلاق وناقصن هي عدالة هي خير هيو شركة تيتان هذا يتاي كور رما طيب هذا أنا يدو يسات هاي إلهي ويقول رزاقي رزق وناقصن رزق وناقصن وام هاي يعني وح أنا أروح حلال هيستو أنا أبو أنا ربو وضد معاملة هي باع أنا وضدت وصل أنا كور أنا جا إن وح ويقول ساقي إلهي أي ونبي النما أي تاي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولما أنا الربين أنا جا وحد إذا كل ريبه هي إنا السماه بمعنى مر كان إذا الله إلهي كلي عبدا أنا ورت وين أنا إلهي كلي عبدا مر كان إن الله باع يو معاملة بين آدم كان أحمر تا يوح كلا جل شذا يو معاملة هجاجية أنا جوا إنا هجاجية أو كهر أنا وبصي فوبا طيب مر كان إذا الله هاي أنا جا إلهي حج السيء وإن الحجة الدليل كذي معجزة ذي أنا نبغى وضع والله إجارك وحنا ندين شيء هاي حكمة معها وأخلاق معها وصح معها إن ترى روحها سمعني إن أنا نبغى كسي فوق مركان إن الله هيسحمننا مركان الله هيسكودر هيس هيس هيسكودر درس سمينا وهاستجاجو سينا مركان الله هاي نبي من نمت كيو بنت كيو أخلاق ضحون يرداش وأرن رهبة مركان الله عدالة سمائي وطمرك عدالة السمائي وأجوانت عدالة السمائي وأضياش عدالة السمائي ويدك عدالة السمائي وإن أنا نقول كتل ما النضاء يولي مركان إذا الله بين الشيء جنا وإن أنا نقول كتل ما النضاء مركان أنا نقول هناك إذا أمر هيو وإن أنا نقول هناك كتل ما النضاء يولي طيب إن أريد إلا الإصلاح مستضعت وحكي لي أوان ربع صعينا هنا وحويان ونك سمين إن برشدة إصلاح عن السمين إصلاح حسن حقيقة بالله يا نفطي لكن كورنا دو وذات كي يسقى إصلاح وذي وداعجة آت وميسك النص في دي ودين تنوش شجع يبيسوق بنت تنوش شجع أفضل هالكاس يكمل عادي برشدة برشدة ماشي كيف السادة وحويان مركز ذات كم ضحى أوه هاجة هي ودين تو يبو يعني ما ضحى مركز عن الله وحويان كو ضدك هجانك هو ودينته إيه وشيء إلا قفك دينته ضدك وشيء جاي وضدك هجانك يسأك جدا هي يعني أخلاق ضد إيه هناك نك وذاك هاي أخلاق ضدك اللي جدا هي يعني هذو إسق وإسق ببيان ضدك وشيء جاي كورم إيه ده ولي بلا أركو حتى أنا ممكن أقول إنه أقول له إنه الله يجر على هذا إلهي بقول نقول يا برشاد ما يجر على هذا وولي بحتى أنا أقول ربنا إسق نصيص صحه وإسق ضدك برشاد وفرشاد وبالتالي ضدك يسجى أتباع النساء هنا يتكو حد بين عليه واتصحنتي 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 وذاتكو إنه النقطة محددة هي وذاتكو إنه اللابتو أو بنت يقول سمية يا خالد يقول سمية وكلابتو أما قف يقول سمية أو الرسول وكجلي عليه الصلاة والسلام أما الدين وكجلي أما برشده وكجلي أما هنتده حولها يا معاملة ذاتك بين آدم وكجلي أو كحد قدي إنه كلابتو محددة هي كوا كجربتها جن أو خالد كمحامكو هذا له واتصحنتي وشيخيني وأما قف وعلم بديه أنت صم حضرة يوتيوب وجر لا إله إلا الله وذات مرة وحزليها الله طب ويدقيهم
iska soo horay u socay iyo leey halka waxa laga garanaya inuu nahay qofkaas qof ilaahay dhab u caabudaya oo yahay mid bulshada caabudaya mid naftiisa caabudaya ilaahay waa maxay qofka aad weynayso oo aad qadariso oo isaga qalbigaaga ku weynaya cibaadada marka waa inaan waxaad adoon u tahayba dadka bini aadamka bulshada xoolahaaga naftaada iyo daatadaada iyo jacaylkaaga iyo adiga isla weynankaaga ayaad adoon u tahay markaasa wuxuu leeyahay nabiyullaahi shucayb wamaa tawfiiqii ilaa billah hidaayadan aan wado hanuunka aan dadka rabo inaan u sheego risaalada wanaagsan iyo akhlaaqda aan soo bandhigahayo cadaaladda aan wado aan dadka u sheegahayo sinaanta aan dadka u sheegahayo waxaan rabaa inuu wadada wanaagsan igu hago ilaahay wamaa tawfiiqii ilaa billah cid kale oo aniga aan ka rabo wanaag iyo weji iyo qurux ma jirtaan haddii aad dadka kale iska gadayso oo aad maxaan ku dhahdaa leedahay saad wax u sheegaysa hebel ha ku arko saad u toosantay hebel ha ku arko waxaad qabanaysa hebel ha kaa eego waa acmaashaada waxaa weeyaan khatar bay ku jirtaa ka kacweeyaan waa qur-aanka wadadu inagu hagaay calayhi tawakaltu wa ilayhi uniin wuxuu ku soo khatimay nabiyullaahi shucayb in tala saarashadiisuna ay tahay oo keliya ilaahay subxaanahu watacaala isagaa unbaan tala saartay buu yihi oon hoggaankayga u dhiibtay isaga ayaa i hagahay leanna awooddan maqan oo dunidan maamulaysa oo badaha jeexday oo qaabka iyo koonka u abaabulan yahay u abaabushay ayaa a midda ay waajib tahay inaan tala saarto laakiin ma aha bulshada xiriirka naga dhexeeya ma aha inaan tala saarto waa inaad tala saaradka dhabtaa u ahaadaa ilaahay leanna isaga ayaa waxna dila waxna nooleeya isaga ayaa wax uuma oo dhab waxu uuma dadka dhan ruuxa toosan isaga ayaa toosiyey ka wax iskugu aadan yahay isaga ayaa iskugu aadiyey wa ilayhi uniib isaga ayaan u laabanayaayo waa mabda' muhiima wuxuu ku khatimay tiir ka mida tiirarka iimaanka ama caqiidada oo qofku inuu aamino ay tahay waxaa weeyaan mabda'a la dhaho albacth ama alicaadat bacda almowt markii la dhinto kadib in isaga loo laabanayo in cadaaladii la ogahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaaladda ogahay sababtoo a ka maanta wax dulminaya ka la dulminayo oo haddanana aan aragno ilaahay uu inoo sheegay wuxuu yihi dulmiguna waa sidaas cadaaladduna waa sidaas sharku waa sidaas khayrku waa sidaas ka digtoonaada wadada khayrka amara wadada sharka ka digtoonaada laakiin qofkii mara sharka oo wadadii khayrka ka leexda ilaahay ma gacantu soo qabanaya adduunyada may meel waxaa jirta dambe oo cadaaladda lagu ogaayo adduunyadana maxaa la inoo keenay in la kala aqoonsado qofka addoonnimada ictiraafay oo maxaan ku dhahdaa wuxuu ilaahay u abuuray ictiraafay oo qirtay inuu addoon yahay iyo kii aan qiranin oo isla weynaada marka halkaasaa lagu kala baxayaayo ruux walba xaqiisa ayaa loo goynaya halkaasna waan u laabanaynaa halkaas ayaana u laabanayaa buu yihi nabiyullaahi shucayb tayib marka qofka wanaagga aayadaha waxaan ka dhex fahmi karaa oo maaragtay ka muuqanahaya waxyaabo fara badan waxyaabo fara badan ayaa ka muuqanahaya oo aan ka dhex fahmi karaa marka uu leeyahay wamaa uriidu an ukhaalifakum yacnii suuragal maaha inaan dadkana khayrkana u sheego anigana aana samayna abadan suuragal ma aha taas wax macquula ma aha markii u dambeysa wuxuu kusoo khatimay mas'alo akhlaaqiya oo aad iyo aad muhiim ah wuxuu yihi waya qowmi laa yajrimannakum shiqaaqi wa an yusiibakum mitla maa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix tolkaya wiyinsan idan asiibin mas'alada muhiimka waa maxay horta mas'alada waxaa weeyaan qofka haddii aad khilaafto oo khilaaf qofka idinka dhexeeyay inaad wadadii saxdeyda oga tagta maaha yacni dad fara badan way yaqaanaan masaalixdooda sida ay oga shaqeeyaan laakiin dad fara badan waxay hilmaamaan masiirkooda iyo meesha ay ku dambaynayaan maanta wuxuu leeyahay qofkan iska dhici marka wuxuu u dulminayaa qofkan maadaama uu ka hor imaadsan yahay isku dhacsan yihiin isku dhacsanada isku dhacsan yihiin ayuu meel walba oo u geli karo inuu qofkaa dulmiya u dulminaya war isku dhacsanaanta inaad qofka dulmido waa kala labo isku dhacsanaanta iyo inaad cadaaladda u istaagto waa kala labo inaad qofka kala duwan tihiin iyo inaad cadaaladda ogto waa kala labo dadka qaarkood waxay u fahamsan yihiin qofka haddaad kala diin tihiin kala muctaqad tihiin kala wax aad aaminsan tihiin mas'ale aad isku khilaafsan tihiin macnaheedu inay tahay inaad wax walba oo xumaana u ogto saas ma aha qofka si kastoo isku khilaafsan tihiin muctaqad ahaan wuxuu doonaa ha caabudo inaad cadaalad kula dhaqatiyo wanaag waa mabda' ras raasina waa tiir weyn oo ka mid a tiirarka islaamku uu maxaan ku dhahdaa uu nagu baraaruji saas darteed baa nabigu wuxuu leeyahay tacasub indhala yuun inala qaadin iska dhiciyo shucayb yeen idan qaadin oo wadada saxda ayna idin ka duwin yaanse idin ku xambaarin shiqaaqi aniga khilaafkayga iyo garamarkayga an yusiibakum midla maa asaaba qowma nuux qoomkii nuux wixii haleelay oo biyo in lagu qarqiyey ah iyo qowm luud wixii haleelay oo maxaan ku dhahdaa intay wadooyinka xaqii oo dhan tilaabeen
لحولد سماد لگاگ سود چیه ای قوم که سودم وحی حلاله این که آنگه اخلاف های آرنت های یه نکوده من این که رشوع علی بسکرد عیه عدالت ده کفوجان ساز ترتیب و مبدا مهم قرآن این آشیا گه این کس تن قف اخلاف سنا این عدالت دو و امر که لجیر نقرآن کریم کوی و امر که کد ایران خرافات کوی و امر که آن رس آن کد این احادیث این جرتی این نجیرن آن لوین آن کد آن کد این تیر وی حديث إن جرتي إن جرنا له حديث السنة وكل واحد ليس القرآن كوافق سوا أوكي على الرأس والعين لكن حديثا قرآن ككهر إيمان ليس وأي هل الدليل صلاة وحاجة بي أي مذوقي هوان كأي محام كل هذا وحياة يا ضمير يا خيالات كشها كأي ليس كل الله هي هوان كضمر كمضح من نقوم كراني وحاصلا قش نقوم كم قدرنا وأنا مبدأ كهر إيمان القرآن الكريم ك وحر بينا إذا لو ذا جو حلقة اللي بعد وكسب سنة مع القرآن الكريم وإن لجرى قرآنك أنت يا مقبل بينيا إلى جرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى.